خلينا نروح لمقارنة أخرى. اتنين بيضيعوا كتير بس يعني عمر السعيد جاب أهداف أخيرا. وليد بقاله كتير الحقيقة بيضيع محتاج شوية تركيز. هنتكلم عن هذا الموضوع، لكن تقريبا ده لعب 22 مباراة وده لعب 24 مباراة، وبالتالي المقارنة قد تكون واضحة للناس من خلال المقارنة الأخيرة. كمان أزارو لعب دقايق أكتر، أزارو لعب 1729 دقيقة، عمر السعيد لعب 1328 دقيقة، أزارو مسجل 6 أهداف وصانع 1، عمر السعيد مسجل 5 وصانع 5. عمر السعيد مهاجم كويس جدا، محطة قوية وهداف. يعني النهارده لازم سواء أي اتنين هيلعبوا، ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، لازم يخلي باله كويس جدا من تحركات عمر السعيد، لأنه مهاجم مميز جدا بتحركاته جوه المنطقة، ومهاجم محطة بيعرف يسرق المدافعين بشكل مميز جدا. الناحية التانية أزارو، حلو الماتش الإسماعيلي. والناحية التانية أزارو، أزارو عنده السرعات هتفرق جدا النهارده في قلبي الدفاع مع نادي الزمالك، سواء محمود علاء أو محمد عبد الغني، أزارو أسرع منهم بكتير، وأزارو دايما من اللعيبة أو الونش، بس الأقرب محمد عبد الغني ومحمود علاء، يعني التشكيلة المتوقعة لنادي الزمالك هم الاثنين دول. أزارو فأزارو أعلى منهم على مستوى السرعة، كمان أزارو من اللعيبة اللي عاملة زي وليد سليمان، أزارو وأجايو ووليد سليمان، الثلاثة دول تحديدا ورمضان، الأربعة دول تحديدا كعبهم عالي دايما عن نادي الزمالك. وليد سليمان عنده أربع أهداف مع النادي الأهلي في شباك الزمالك، أزارو سجل قبل كده، أجايو عنده هدفين، ففي لعيبة كده في المباريات الخاصة دي، البطولات الخاصة بتبقى دايما كعبها عالي. ده يمكن أزارو.